هذا سائل يقول: هل المستمسكون الآن في زماننا بالتوحيد والسنة هم غرباء أم الغرباء يكونون في آخر الزمان؟ نعم، من استمسك بالسنة بين أهل الباطل وأهل الشر فهو غريب، والغربة تختلف، منها غربة شديدة ومنها غربة خفيفة. نعم، الغربة تختلف كل زمان بحسبه، والفتنة اليوم كما ترون شديدة، لا حول ولا قوة إلا بالله، فتنة شديدة، الكفار تسلطوا على المسلمين، والفضائيات تقذف بالباطل في الأخلاق وفي العقائد وفي الدين، تقذف والعياذ بالله، حتى السحر والكهانة ونشروها في الفضائيات، فالفتنة شديدة الآن، والفضائيات هذه تدخل في غالب البيوت إلا من رحم الله، الفتنة شديدة تدخل على الناس لو ما راحوا، لما تدخل عليهم إلا من رحمه الله وطهر بيته منها وأبعد هذه الفضائيات عنه، وإلا فالفتنة شديدة. والكتب المطابع الآن تقذف بآلاف الكتب، كتب أهل الضلال وأهل الزيغ، والدنيا مختبصة الآن، فأهل الحق الثابتون عليه لا شك أنهم في غربة، لكن قد يأتي غربة أشد في آخر الزمان. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.